يقول السائل: الذي عليه دم ولم يعرف كيف يوزعه في مكة ماذا يعمل؟ وهل التوزيع لفقراء مكة شرط؟ وهل يجوز أن يذبح في غير مكة؟ لا، ما يجوز يذبح في غير مكة. الذبح يكون في الحرم، وتوزيع يكون على فقراء الحرم الموجودين في الحرم من الفقراء، سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا من القادمين إليه. ما داموا فقراء أعطهم، وزع اللحم عليهم، ولا يجوز الذبح خارج الحرم. لكن إذا كنت لا تستطيع الذبح ماديا، ما عندك فلوس، صم 10 أيام بعد رمضان، تصوم 10 أيام بعد رمضان في أي مكان، ما هو خاص في مكة. الصيام يجوز في أي مكان ولو إذا رجعت إلى أهلك، أما الذبح فلا يكون إلا في مكة. نعم.